أعزائنا، ونتابع معا فيما يلي متفرقات هذه النشرة. التقطت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صورا متحركة مذهلة للقمر تكشف عن مشاهد نادرة من الجانب المظلم للقمر حيثما يتحرك عبر وجهة الأرض، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط صور نادرة للقمر من الجانب الآخر له، فيما سبق للبشر التعرف على رؤية واحدة له بالقمم والوديان، إلى أنه سبق أن لمح هذا الجانب عدة مرات منذ إطلاق الاتحاد السوفيتي أول مركبة فضاء على سطح القمر عام 1959. نتحول إلى اليابان، حيث طور المهندس الياباني سايوتو 26 عاما أول سيارة نقل في العالم في حقيبة مصنوعة من الألمنيوم، ويصل وزنها من 2 إلى 3 كيلوغرامات، ولديها مميزات كثيرة في محركها والذي يعمل بالطاقة البسيطة. ويأمل سايوتو أن تكون هذه السيارة وسيلة النقل الأسهل في المستقبل بعد تطويرها. وتنتهي جولتنا العالمية من سويسرا، حيث أحيا أكثر من 400 شخص حفلة موسيقية بجانب بحيرة جنيف في تقليد سنوي بدأ عام 2007، والهدف منه جعل الموسيقى الكلاسيكية وسيلة للبدء بعمل يوم مثالي منذ الصباح، ولفت الانتباه للحفاظ على البيئة، حيث يقام الاحتفال على مشاهد الطبيعة الجميلة.